عندي قطع لحمه هقطعها اي تقطيعه انتوا عايزينها او اي قطع لحمه انتوا حابين تشتغلوا بيها، وعندي ملح وفلفل وبهارات لحمه ومعلقتين كبار من الدقيق وزبده وبصل مفروم وثوم وجزر مكعبات وبطاطس مكعبات وكوبايتين من مرقه اللحمه ومعلقه صلصه واتنين معلقه صويا صوص وورق لورا وزعتر فريش او مجفف. تعالوا كده ايه واحده واحده بقى ايه نشتغل كده. اول حاجه هعملها ان انا هسخن الصينيه او الطاسه اللي انا هشتغل فيها، وهبدا ان انا احمر اللحمه عندي كويس قوي واديها كده لون حلو، لان التحميره دي بتفرق جدا في الصوص اللي احنا هنعمله مع الطاجن او الصينيه بتاعتنا. فعايزه اكون مسخنه الصينيه كويس قوي، هحط لها كده شويه زبده، شويه زبده حلوين، واول كده ايه ما يسيحوا هبدا بقى ايه اشوح اللحمه فيهم. انا عايزه اللحمه تاخد كده ايه لون بني حلو كده، هحط فيها شويه ورق زعتر كده في اطعم الزبده شويه مع ورق لورا، تمام، وهبدا ان انا ايه انزل باللحمه اشوحها اوزعها كده اهو، اوزعها كده بالشكل ده. انا عايزه احمر اللحمه، عايزه اديها تحميره حلوه، لان التحميره دي هي اللي هتديني اللون بتاع الصوص اهو. ويفضل تحمروها في زبده، لان الزبده برضو هي اللي هتديكوا اللون الحلو البني ده. الزيت والسمنه مش هتديكوا نفس الموضوع، فيعني يفضل انتوا تحمروا في زبده لان هي اللي بتديكوا اللون البني الحلو ده بتاع التحمير. انا مش عايزه اقلب كتير، انا بس عايزه افرد اللحمه بالشكل ده. طبعا عندكم لحمه اكبر من كده، عندكم لحمه بعظم، عندكم اي نوع لحمه انتوا عايزين تشتغلوا بيه، تمام، مفيش مشكله خالص، اشتغلوا باللي انتوا عايزينه، تمام. نجيب بس طبق كده نحط العلق. هشوح، انا حطيت الزعتر والورق اللورا في الزبده كده عشان اطعم الزبده عندي تبقى متنكهه كده حلو اهو. مش عايز استعجل على الخطوه دي، عايزاهم يتحمروا حلو، عايزه اللحمه تتحمر حلو. هحط عليها فلفل اسود، هحط عليها بهار، ممكن جوز الطيب كمان هتبقى حلو قوي. انا اللحمه ما بحبش ابهرها كتير انتوا عارفين، فبحب ابهرها ببهارات قليله وعايزه اديها وقتها في التحمير، تمام. يبقى احنا حطينا الزبده، حطينا ورق اللورا، حطينا الزعتر، وبعدين نزلنا باللحمه حمرناها مع شويه فلفل اسود وشويه بهار لحمه وممكن كمان جوز الطيب لو انتوا حابين. عندي هنا البطاطس هقطعها مكعبات بالشكل ده، حابين اكبر اصغر براحتكم. انا حاولت اقطع كل التقطيعات كده مكعبات صغيره عشان تبقى يعني شكلها حلو كده ولايقه مع بعض. والجزر نفس القصه، فبرضو حابين تعملوهم حلقات، حابين تعملوهم مكعبات زي ما انا عاملاهم براحتكم خالص، مفيش اي مشكله في الموضوع ده، تمام. هبدي اللحمه تحمير كويس اهو، بصوا كل ما اللحمه هتتحمر معايا حلو، كل ما بصوا شايفين حتى اللون بتاع الزبده بقى لونه عامل ازاي، هو ده اللي هيديني لون الصوص الحلو اللي انا عايزاه، تمام اهو. طبعا لو احنا حاطين لحمه قطعه كبيره فبسيبها تستوي الاول، بحط لها شويه ميه واسيبها تستوي، لان طبعا عمرها ما هتستوي نفس سوى البطاطس والجزر والكلام ده كله. بس انا عشان ما اقطعها صغير فتمام، هي هتستوي والقطعيه بتاعت اللحمه بتستوي عندي بسرعه دي، فهتاخد نفس السوى مفيش مشكله خالص لاني مقطعاها قطع صغير، تمام، عشان كده اديتها وقتها في التحمير. حابين تزودوا لها ميه دلوقتي عشان تتاكدوا ان هي خدت سوى نص سوى كده قبل ما تحطوا البطاطس، تقدروا تعملوا كده. مومينا صباح الفل. صباح العسل، ازيك يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله حلو. اسمك انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله جميل والله. زي ولادك واسرتك كده، يا رب كله بخير. الحمد لله والله يا حبيبتي، كله زي الفل،
كله جميل. عامله لك وصفه النهارده بس يعني لما نخلص اللحمه دي. ماشي حبيبتي تعبينك صدقيني بجد خالص يا خالص يا رب يخليك يا رب يخليك الله يخليك. بصي ما تحاوليش ان انا ازعل، انا ما بزعلش خالص. لا الله يخليك. طلبت مقادير بسكويت النشادر وهي ايوه ايوه بتاعت المكنه ايوه ايوه انا ما بزعلش ايوه خالص. حاضر عينيا ندى والنبي طلعي لنا بسكوت النشادر بتاع المكنه. صدقيني ابدا ربنا يخليك لينا. انا بحب اشكر الست ام هاني والست ام يوسف يعني بعثوا لي سلام كتر الف خيرهم بجد على طول بيسالوا عليكي ومدام احلام وكلهم بيسالوا عليكي حبيبتي. يا رب يخليكي وانا بسلم على مدام امال وعلى كل اللي بتصب حضرتك نفسك ان شاء الله يكلمونا النهارده. الله يخليكي ربنا يديهم الصحه يا رب ويخليهم. الله يخليكي تسلمي لي حبيبتي صباحك جميل. ما تنسينيش في مقادير عينيا ندى خلاص قرب ندى مش هنعرف نطلع بكره الحلقه نزلي لنا مقادير بسكوت نشاد. حاضر يا حبيبتي عينيا حبيبه قلبي. بص هحط بقى ايه معلقه دقيق كده بالشكل ده وهقوم ايه مقلباها في الدهون اللي موجوده. لو حسيتوا ان الدقيق مكلكع شويه ممكن نزود مكعب مرقه اهو. انا سامعاكي كده سامعاكي كده. قولي ايه لا ما هو مش صيامي هي عايزاه بتاع المكنه بسكوت النشادر العادي بس مكنه. ماشي بصوا اهو كده هقلب كده الدقيق مع شويه الزبده بالشكل ده. هكون عاملين واحد في الكيس الكيس الحلواني وواحد مكنه. وهحط بقى ايه شويه الثوم بالشكل ده كده البصل برضو اشوح كده مع الدقيق والزبده. بصوا الدقيق اللي انا حطيته ده هيديني ثقل كده للصوص. انا مش عايزاه برضو صوص تقيل يعني زي البشاميل بس هيديني ثقل كده لما نيجي بقى نقلب هيديني ثقل حلو قوي. هشوح بقى كل الكلام ده كده مع بعض. مميز صباح الفل. حط شويه بهار برضو من البهارات اللي احنا حطيناها. عامله ايه حبيبتي اخبارك ايه؟ زي حضرتك فلفل اسود الحمد لله يا حبيبتي والله كله جميل كله زي الفل. انت عامله ايه طمني عليكي. تسلمي ايدك على كل وصفاتك. الله يخليكي يا حبيبتي تسلمي تسلمي. وهنا بقى عندي بقى في البيت عندي مش كله في حضرتك جدا في كيكات بيتكلموا عليكي كلهم والله. سلمي لنا عليهم كتير كتير كتير. الله يخليكي تلفتي بقى وبناتي وكلهم يعني. الله يخليكي يا حبيبتي تسلمي تسلمي لي يا حبيبتي. بس ممكن بس اعمل اهداء طبعا ممكن. صاحبه بنتي لو ان شاء الله فرحها بكره 20/12. الف مبروك يا حبيبتي. بقول لها مبروك يا شروق. الف مبروك يا حبيبتي ان شاء الله ربنا شاء يسعدهم كده وهي وبناتك وكل الناس يا رب. تسلم يا حبيبتي شكرا يا حبيبتي شكرا. بصوا بقى هنحط معلقتين صويا صوص كده وهنلم بقى بيهم الكلام ده كله. هنقلبهم كده مع الدقيق والبصل والثوم والكلام ده كله تمام كده. تعالوا بقى ايه نبدا نحط بقيه الحاجات الجزر واقلب كل حاجه احطها اديها تقليبه كده. احط البطاطس وادي برده تقليبه كده. هحط معلقه الصلصه احط معلقه صلصه واحده. كل ده لما احط المرقه هتشوفوا الصوص هيبقى لونه عامل ازاي. وكمان نرجع كمان اللحمه اهو معلقه صلصه واحده بس مش اكتر من كده. احنا كل ده لسه ما حطيناش ملح لو تاخدوا بالكم. هحط المرقه عشان المرقه عندي مملحه واشوف لو احتجت ملح تاني. نبدا بقى ايه نحط المرقه. بصوا هنفك بقى كل اللي احنا حطيناه ده اهو تمام. ونقلب بقى كل الكلام الحلو ده نشيل بس الحاجات اللي مش محتاجينها كده اهو. ابدا بقى اقلب كل البصل والثوم وكل الحاجات اللي احنا حطيناها وشويه الصويا صوص مع الصلصه كل ده كده ايه هديله تقليبه. بصوا الصوص عندي هنا خفيف بس معلقتين الدقيق اللي احنا حطيناهم في الاول هتخلي لي الصوص حلو كده ويعني وفي تقل كده شويه. انا مش عايزاه تقيل يعني تقل كبير انا عايزاه حاجه خفيفه كده كريمي كده شويه.
تمام، وهرجع بقى اللحمه واقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض واسيبهم يستووا. هسيبهم شويه على النار من فوق كده عشان يعني اسرع السوا بتاعهم قبل ما ادخلهم الفرن، وممكن احطهم في طاجن في الفرن او اكمل سوا كله على النار على حسب ما انتوا حابين. تعالوا نقول قبل ما نطلع فاصل كده عملنا ايه. حطينا شويه زبده على النار وشوحنا اللحمه مع شويه زعتر وشويه ورق لورا، وبعد كده حطيت فلفل اسود وشويه بهار لحمه او جوز الطيب على حسب اللي موجود عندكم، وبعد كده شوحت اللحمه كويس قوي، وبعدين طلعتها في طبق وفي نفس الدهون اللي موجوده في الصينيه حطيت عليهم معلقتين كده من الدقيق ممسوحين وقلبتهم مع بعض، وبعدين نزلت بالثوم والبصل والصويا صوص والجزر والبطاطس ومعلقه الصلصه وقلبت كل الكلام ده مع بعض، وحطيت بعد كده المرقه اللي عليهم ورجعت اللحمه عليهم كده، وهيغلوا بقى ويستووا كلهم مع بعض. وشايفين لون الصوص حلو جدا ولونه تحفه، بصوا بصوا لونه حلو ازاي في منتهى الجمال، وبيبقى طعمها حلو قوي. اعملوا جنبها حله رز كده وتمام، ممكن رز بالشعريه، رز ابيض، زي ما انتوا حابين.